السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتحية الإسلام. اليوم حقق انتصار حبيب نور بلعبة القتال ضد خصمه الإيرلندي الذي استفزه بالمشاعر الإسلامية وكل تصريحاته يسيء للإسلام والمسلمين، وحتى بعدة تصريحاته من قال تتنبأ بالفوز، قال تنبأ بهذا الكأس الذي المسلمين مكروه لديهم ولا أحد يرقب بهذا الخمر، وأكثر المسلمين تحمل ما يشربون، حتى لو يسافرون والله ما يشربون المسلمين. ولكن حبيب نور بقوة الإسلام والمشاعر الإسلامية قال لهم بفضل الله سوف ألقنا درس لن ينسى، وتهجم عليه الإيرلندي أنه وصل عند الموقع المكان، تهجم على الباص والوفد المرافق له، تهجم عليه، ولكن حبيب نور من دش حلبة المصارعة لقنا درس بحماس بشجاع بقوة إسلامية، والحمد لله كسره وربعه ووفده وكله. هنيئا للمسلمين والأمة الإسلامية، مبروك الانتصار للإسلام.